بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 17 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اليومي نور على الدرب. في هذه الليلة يجيب على أسئلتكم صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. وفي مطلع هذا اللقاء نرحب بفضيلة الشيخ صالح، فحياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله وبركاته. أحبتنا الكرام، سوف تستمعون في هذه الحلقة إلى إجابة عدد من الأسئلة، أولها عن صنع أهل الميت الطعام بعد موته، ثم عن سؤال عن جواز زواج الرجل بعد وفاة زوجته، ثم عن صلاة النفساء وخروجها من بيتها وزيارتها، ثم عن حكم الحج بغير إذن الوالد. بعد ذلك سائل يطلب التوجيه لمعالجة كسله عن الصلاة، ثم سؤال عن أخذ الأجرة على القرآن الكريم، ثم سؤال عن حديث من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة، ثم سؤال عن حكم من يؤدي الزكاة ناقصة، وعن الصلاة فوق المنزل وأهله يسكنون فيه، وعمن نزل فيهم قول الله تعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن الآيات، ثم عن تفسير قوله جل وعلا وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله الآية، ثم سؤال عن الوضوء بماء البرك الراكد إذا تغير لونه وطعمه، ثم حكم من تناولت حبوب الحمل حبوب منع الحمل حتى أصابها العقم، ثم طلب التوجيه من السائلة لزوج يقصر في النفقة، ثم سؤال عن تركة الميت إذا لم يكن له ورثة فلمن ترجع، ثم سؤال عن التوسل ببعض الأولياء هل هو شرك أم لا، وعن الصلاة في مسجد فيه قبر، وعن تفسير قول الله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة، وعن صوم يوم السبت منفردا لو صادف عرفة أو عاشورا، ثم سؤال عن كلمة لابن القيم رحمه الله عن أن المبالغة في التجويد من وسوسة الشيطان. فإلى أول أسئلة هذه الحلقة. هذا المرسل أبو حمزة خاء راء عين من القصوري بعث عددا من الأسئلة، يقول في أولها إذا مات الإنسان فهل هناك عزيمة لأهل الميت يصنعونها بعد موته بثلاثة أيام؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، السنة في ما يصنع لأهل الميت أنه يصنع لهم طعام بقدر حاجتهم في يوم المصيبة، لأنهم مشغولون عن إعداد طعام لأنفسهم بسبب المصيبة، فيصنع لهم طعام بقدر حاجتهم ويقدم إليهم. أما إقامة الحفلات والولائم فهذا لا أصل له في الشرع، وقد يكون هذا من التأبين المحرم ومن تضييع الأموال وإشغال الناس وتضييع الأوقات بغير فائدة. المؤمن يصبر ويحتسب ويمضي في أعماله، لا يعطل من أعماله، لا سيما الأعمال التي يحتاجها لا يعطل منها شيئا مع الصبر والاحتساب. وإنما شرع النبي صلى الله عليه وسلم صنع طعام لأهل الميت إذا كانوا لا يستطيعون إعداده لأنفسهم، فلا يتوسع في هذا الأمر ويزاد فيه على هذه السنة. أحسن الله إليكم. أحسن الله إليكم. يقول في السؤال الثاني هناك من الناس من يقول إنه إذا ماتت زوجة الرجل فلا يجوز له أن يتزوج إلا بعد مرور 40 يوما على موتها، فهل هذا صحيح؟ هذا كلام باطل لا أصل له. وإذا ماتت امرأة الرجل فله أن يتزوج اليوم الذي ماتت، وله أن يتزوج وهي حي أيضا إلى 4 نسوة. ما الذي يحجر عليه تزوج إلا بعد 40 يوما؟ هذا من الكلام الباطل. له أن يتزوج وهي حية، وله أن يتزوج بعد موتها إلى 4 نسوة. نعم. ربما روجت بعض وسائل الإعلام في الناس أن هذا موقف الوفاء عنده، ما قولك؟ ليس هذا، ليس من الوفاء أنه يمتنع عن تزوج، هذا ليس من الوفاء وليس هو من حق الزوجة عليه. نعم. حسن الله. يقول هناك من الناس من يقول إذا ولدت المرأة فلا يجوز لها أن تصلي أو تخرج من بيتها أو تزور إلا بعد 40 يوما
عموما أيضا. كل هذا من الكلام الباطل والتحديدات التي لا أصل لها، فلها أن تتصل وأن تكلم وأن تزار من غير تحديد بأيام معينة. نعم. هو جعل من ضمن هذا الصلاة يقول أن تصلي. نعم. يقول يقال لا يجوز لها أن تصلي. هذه النفسة. نعم هو يعني. النفسة لا تصلي إن كان ينزل عليها دم، أما إذا كان انقطع عنها الدم فإنها تصلي ولو خلال الأربعين. نعم. يقول إني لم أحج بعد، فإذا أردت الحج ومنعني أبي فهل يجوز لي أن أخالف أمره وأحج دون استئذان منه؟ إذا كان والدك يحتاج إليك حاجة ضرورية فإنك تبقى معه وتؤجل الحج إلى أن ييسر الله لك، أما إذا كان والدك لا يحتاج إليك وإنما هذا من باب التحكم من عنده فلا يمنعك من أداء الواجب. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لو منعك والدك من الصلاة هل تطيعه؟ لا تطيع. وكذلك الحج، حج الفرض هذا مثل الصلاة، لا تطيع والدك فيه إلا إذا كان هو مضطر إلى بقائك عنده فإنك تؤجل الحج إلى عام قادم. نعم. هذا في الفريضة وإن كان الحج نفلا. وإن كان الحج نفلا فلا تحج إلا بإذن، لأن طاعته واجبة والحج نفل فلا يقدم المستحب على الواجب. نعم. المستمع جيم عين خاء من جمهورية مصر العربية له سؤالان، يقول في أولهما إنني كثيرا أتكاسل عن أداء الصلاة وأحيانا أنسى أداءها وهذا شيء يرهقني كثيرا، فأنا أريد الالتزام بأداء الصلاة في أوقاتها وأحتقر نفسي كثيرا بعد انتهاء وقت الصلاة، فبماذا تنصحونني لأحافظ على الصلاة وماذا أفعل؟ يقول في نهاية سؤاله، وهناك شيء آخر هو أنني لا أستطيع القيام لأداء صلاة الفجر لأنني عند القيام مبكرا فإني أمرض، فماذا أفعل وهل علي ذنب؟ هذا كله من وساوس الشيطان ومن مطاوعة النفس الأمارة بالسوء، فعليك بتقوى الله والمبادرة بأداء الصلوات في أوقاتها مع الجماعة وسيزول عنك كل ما تستعيذ بالله وأن تحافظ على الصلاة مع الجماعة وفي أوقاتها وسيعينك الله سبحانه وتعالى. أما إذا استسلمت للكسل والشيطان والنفس فإن ذلك يتجارى بك إلى أن تترك الصلاة نهائيا. نعم. سلام الله عليكم. يقول هل قراءة القرآن مقابل نقود محرمة؟ وهل الذين يسجلون الشرائط ويبيعونها هل عليهم ذنب في بيعها؟ وهل على الذين يستأجرون القارئ للاستماع إليه ذنب؟ وكذلك الذين يشترون تلك الأشرطة أفيدونا عذابكم الله؟ قراءة القرآن عبادة وقربة إلى الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز أن تتخذ تلاوة القرآن من أجل المال الدنيوي، لأن التلاوة عبادة والعبادات لا يجوز أن تعمل من أجل طمع الدنيا. قال تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها وفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. أما تعليم القرآن وأخذ الأجرة عليه هذا يجوز عند بعض العلماء للحاجة، لأنه لا يمكنه أن يتفرغ تدريس القرآن إلا بأن يأخذ شيئا ينفق على نفسه وعلى من يمون، فأخذه لأجل تدريس القرآن لا بأس، كذلك أخذه من أجل الرقية كما أخذ الصحابة رضي الله عنهم من الحي الذي رقوا سيدهم، أخذوا منهم قطيعا من الغنم اشتراط وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فأخذ المال من أجل تعليم القرآن أو من أجل الرقية لا بأس به لمن هو أهل لذلك، وأما أخذ القرآن على مجرد التلاوة هذا لا يجوز لأن التلاوة عبادة. نعم. أخذ النقود يعني. أخذ المال عموما. نعم. يقول الذين يستأجرون القارئ الاستماع إليه هل عليهم ذنب؟ ضمن سؤال. ذكرنا هذا، قلنا أخذ القرآن من أجل التلاوة فقط هذا لا يجوز لأن التلاوة عبادة، لا يجوز أخذ العوض عنه إلا من الله سبحانه وتعالى. نعم. صلى الله عليكم. المرسل حسن أحمد من اليمن يقول في سؤاله، فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد، فإني أسأل ما مدى صحة هذا الحديث المروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه، وقال من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، هل هذا الحديث صحيح؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. نعم هذا حديث صحيح وهذا ذكر عظيم فينبغي المحافظة عليه من أجل الحصول على هذا الثواب العظيم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هل الذي يؤدي الزكاة غير كاملة هل حكمه حكم المرتد؟ الذي يؤدي الزكاة غير كاملة يبقى في ذمته ما
لم يخرجه منها يكون دينا في ذمته، لا تبرأ ذمته إلا بإخراجه، لأنه حق لله سبحانه وتعالى، ثم هو حق للفقراء والمساكين، فيجب عليه إخراج الزكاة كاملة. لكنه لا يرتد إلا إذا جحد وجوب الزكاة، إذا جحد وجوب الزكاة فإنه مرتد، أما إذا منعها أو منع شيئا منها من باب البخل فإنه يكون فاعلا لمحرم وكبيرة عظيمة، ويجب على ولي الأمر إلزامه بإخراج الزكاة، فإن امتنع فإنه يأخذها منه قهرا ويوزعها على مستحقيها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل تجوز الصلاة فوق المنزل وأهله يسكنون به؟ لا مانع من ذلك، إذا صارت البقعة طاهرة يصلي في باطن المنزل أو في سطحه أو في ساحته، المهم أن تكون البقعة التي يصلي فيها طاهرة. نعم. أحسن الله إليك. في آخر أسئلته يقول: في من نزلت هاتان الآيتان أو هذه الآيات: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. هذه الآية نزلت في المنافقين، قوله ومنهم أي من المنافقين، لأن سورة التوبة معظمها في ذكر صفات المنافقين، ومن صفاتهم الغدر وعدم الوفاء بالعهد مع الله سبحانه وتعالى ومع عباده. نعم. أحسن الله إليكم. المستمع آدم علي إبراهيم من السودان، محافظة شمال كردفان، يقول: أتقدم إلى فضيلة شيخنا صالح بن فوزان الفوزان، أسأل عن شرح الآية التالية من سورة المائدة: وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. هذا في يوم القيامة يقول الله سبحانه وتعالى للمسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، موبخا النصارى الذين اتخذوه وأمه آلهة يعبدونهم مع الله، فقالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقالوا إن المسيح ابن مريم هو ابن الله أو ثالث ثلاثة. ففي يوم القيامة يفضحهم الله سبحانه وتعالى بأن يسأل المسيح أمام الخلق من النصارى وغيرهم: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، كما كان النصارى يفعلون ذلك واتخذوك وأمك آلهة من دون الله. فالمسيح عليه السلام يتبرأ من هذا العمل ويقول سبحانك، تنزيه لله سبحانه وتعالى، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، لأن العبادة حق لله سبحانه وتعالى، لا يشاركه في هذا الحق أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي من الأولياء ولا صالح من الصالحين ولا جن ولا إنس ولا حجر ولا شجر ولا أي شيء، حق خالص لله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول المسيح عليه السلام: ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، اعتراف منه أن العبادة حق لله سبحانه وتعالى، وأنها ليست حقا للمخلوق لا لعيسى ولا لغيره. فهذا فيه تكذيب للنصارى وفضح لهم الذين لا يزالون على هذا الكفر، أو يزيد شرهم، لأنهم يعبدون الصليب ويعتقدون أن المسيح ابن الله أو أنه هو الله أو ثالث ثلاثة، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فهذه الآية أو هذه الآيات فيها إبطال الشرك من أصله، فإنه إذا بطل الشرك في حق الأنبياء والمرسلين فكيف بغيرهم، يعني إذا بطل دعوة الأنبياء والمرسلين من دون الله فكيف بدعوة غيرهم ممن هو دونهم. نعم. وآخر لا إن كنت قلته فقد علمته، تعالى ما في نفسي ولا أنا ما في نفسي، هو من هذا. نعم، هو من هذا التقرير والإنكار، في إثبات صفة النفس لله، في إثبات صفة النفس لله، وفي إثبات إحاطة علم الله بكل شيء، وأنه لو قاله عيسى لعلمه الله سبحانه وتعالى، والله لا يعلم أن عيسى قال هذا، وما لم يعلمه الله فهو محال، لأن الله عالم بكل شيء سبحانه وتعالى. نعم. صلى الله عليكم. قال أيضا: هل يجوز الاستجمار والوضوء في الماء ماء البرك التي حول المساجد وقد تغير لونها وطعمها وهي راكدة لا تتحرك، وما الكمية التي إذا كانت لماء البركة يكون صالحا للوضوء؟ الأصل في الماء أنه طهور، يتوضأ به ويغتسل به من الجنابة، إلا إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة فإنه يكون نجسا، فإن كان هذا التغير الذي ذكره السائل بسبب النجاسة فإنه نجس، لا يجوز استعماله. أحسن الله إليكم. هذه المستمعة تقول: أختكم في الله عين
عين تسأل في سؤال أول، تقول: أنا امرأة بعدما أنجبت 3 أولاد وبنتا منعني زوجي من الإنجاب مرة أخرى، وخفت إذا أنجبت أن يسبب لي المشاكل، أي زوجها، فأخذت أتناول حبوب منع الحمل مدة 10 سنوات فسببت لي العقم، ما رأيكم؟ هل علي إثم في ذلك؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. هذا التصرف باطل وخطأ، ولا يجوز منع الحمل إلا إذا خيف على المرأة من الموت. إذا قرر لجنة موثوقة من الأطباء أن الحمل يقضي على حياة المرأة، فيجوز أن يقطع عنها الحمل تفاديا لحياتها. وأما في غير هذه الحالة فإنه لا يجوز منع الحمل، وليس من حق الزوج ولا لغيره أن يمنع الحمل، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق هذا الحمل، وهو الذي يرزقه سبحانه وتعالى. وهذا من اعتقاد الجاهلية، أن كثرة الأولاد يسببون الفقر، هذا من اعتقاد الجاهلية الذين بلغ بهم الأمر أنهم يقتلون أولادهم خشية الفقر والعياذ بالله، وكأن الرزق من عندهم هم، ولم يعلموا أن الذي خلق الأنفس هو الذي يرزقها سبحانه وتعالى. لهذا قال: نحن نرزقهم وإياكم. فلا يجوز هذا العمل إلا إذا قررت لجنة طبية موثوقة أن استمرار الحمل من هذه المرأة يقضي على حياتها، فإنه حينئذ يجوز أن يقطع الحمل. نعم. أحسن الله إليكم. تقول: إذا طلب زوجي مالاً ولو كان قليلا يتشاجر معي ويغضب كثيرا ولا يكلمني أحيانا 10 مرات لمدة طويلة، وبعد ذلك نصطلح، ماذا أفعل؟ هل أمتنع من طلبه؟ وإذا فعلت فمن أين لي المال؟ فأنا أحتاجه كي أشتري لأولادي ما يحتاجون، وهو يقصر معهم في بعض الأحيان. ليس لهذا الزوج أن يحرج زوجته وأن يضايقها إلى هذا الحد، بل عليه أن يتقي الله عز وجل وأن يطلب الرزق ويلتمس الرزق بغير هذه الطريقة. عليه على أقل الأحوال أن يقترض من إخوانه ومن أصدقائه أو يستدين. عفوا يا شيخ، هي تقول: إذا طلبت منه مالا ولو قليلا يشاجرني ويغضب. أو كذلك لا يجوز له أن يقتر عليها. نعم. في نفقتها أو نفقة أولادها لا يجوز، لأن هذا حق واجب عليه، واجب عليه الإنفاق عليه على زوجته وعلى أولاده من غير أن يتكره هذا الشيء أو يتبرم منه أو يغضب منه، لأنه حق واجب عليه. نعم. تقول: هل أترك طلب المال منه؟ لا تتركي طلب المال إلا إذا كان تستطيعين أن تستغني عنه، أما إذا كنت مضطرة إلى هذا المال فهذا حق لك، لك المطالبة به ولو غضب. نعم. أحسن الله إليكم. هذا مستمع من مكة المكرمة، لم يذكر اسمه ولم يرمز له، يقول: إذا مات رجل وترك أموالا ولم يكن له ورثة، فإلى من ترجع تلك الأموال؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. هذا يحتاج إلى الرجوع للمحكمة الشرعية، تنظر في قضية هذا الرجل وهل هو صحيح ليس له ورثة ولا عصبة، هذا النظر فيه يكون إلى المحكمة. نعم. أحسن الله إليكم. المستمع فيصل التاجي يقول في سؤاله الأول: هل التوسل ببعض الأولياء يعد شركا بالله تعالى؟ التوسل محرم على قسمين: توسل ليس معه تقرب إلى المتوسل به بشيء من العبادة، هذا بدعة ومحرم، وهو وسيلة من وسائل الشرك، كان يقول: أسألك بحق فلان أو بجاه فلان. أما إذا كان مع هذا التوسل صرف شيء من العبادة للمتوسل به كالذبح له والنذر له ودعائه من دون الله والاستغاثة به، فهذا شرك أكبر يخرج من الملة، وهذا هو الذي كانت عليه الجاهلية وعليه عباد القبور اليوم. فإنهم لم يكتفوا بالسؤال بالجاه أو بالحق، وإنما يذبحون للأموات وينذرون لهم ويطوفون بقبورهم ويتبركون بهم، هذا هو شرك الجاهلية، الشرك الأكبر المخرج من الملة. قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قال سبحانه وتعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. نعم. سلام الله إليكم. يقول: هل تجوز الصلاة في مسجد فيه قبر؟ لا تجوز الصلاة في مسجد فيه قبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ القبور مساجد، ونهى عن الصلاة عند القبور، نهى عن الصلاة عند القبور لأن هذا من وسائل الشرك، وأمر صلى الله عليه وسلم بإخلاص العبادة لله عز وجل، ولعن صلى الله عليه وسلم لعن الذين يبنون المساجد على القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، كل هذا من وسائل الشرك،
التي تفضي إليه، فلا تجوز الصلاة في مسجد فيه قبر، لأنها صلاة منهي عنها، والنهي يقتضي الفساد، ولأن هذه الصلاة وسيلة إلى الشرك بأن يدعو الميت أو يتقرب إليه أو يعتقد فيه أنه ينفع ويضر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما تفسير قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة؟ هذا أمر من الله سبحانه وتعالى بالاستعانة عند المصائب والصبر، بالصبر والاحتساب، الاستعانة عند المصائب بالصبر والصلاة وترك الجزع والتسخط. يا أيها الذين آمنوا استعينوا على ما يصيبكم في هذه الدنيا من المكاره، استعينوا على تحمل ذلك بالصبر، وهو حبس النفس. الصبر هو الحبس في اللغة، والمراد به هنا حبس النفس عن الجزع والتسخط، حبس اللسان عن الكلام المحرم من الندبة وتعداد محاسن الميت والنياحة، وحبس اليد عن شق الجيوب ولطم الخدود والدعاء بدعوى الجاهلية، وحبس النفس عن الجزع. هذا هو الصبر، استعينوا بالصبر والصلاة، لأن الصلاة تعين على تحمل المصائب وتحمل المشاق. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، يستعين بها على تحمل ما أصابه وعلى حل المشاكل التي تعرض له، لأن الصلاة لجوء إلى الله سبحانه وتعالى ودعاء له ومناجاة له، فيعينه الله على حل مشاكله وشدائده بذلك. نعم. ثابكم الله. يقول: هل يجوز صيام يوم السبت منفردا إذا صادف يوم عرفة أو يوم عاشوراء؟ إذا صامه بنية عرفة أو بنية عاشوراء فلا بأس، لكن لو قصد يوم السبت وحده فهذا مكروه. نعم. أحسن الله إليكم. بآخر أسئلته يقول: هل حقا كما يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان أن الذي يقرأ القرآن مع أحكام التجويد أنها وسوسة من الشيطان؟ نعم، المبالغة في ذلك. ابن القيم يقصد موسوسة القراء الذين يبالغون في مخارج الحروف وفي الغنة وفي المدود، فالمبالغة هذه منهي عنها. أما التوسط في أحكام التجويد هذا شيء مطلوب، لأنه من إتقان التلاوة توسط في هذا. نعم. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. حبتنا الكرام، تفضل بالجواب عن أسئلتكم صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الجواب، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. حتى نلقاكم في حلقة قادمة، نستودعكم الله، والسلام.